يعطيكم العافية. اليوم بدنا نبدأ نحكي عن موضوع الستريم يارد، كيف تشتغل فيه از ان ادمن. اوكي، موضوع سهل جدا بس شوية شغلات بسيطة لازم تنتبهوا لها. حاطط التبز هاي في السكرين. احنا زي ما انتم شايفين عندي ستريم يارد، في هون لوج ان. اوكي، تدخل على اللوج ان، ما في باسورد، ببعت 6 ديجيت كل مره بتغير هذا الديجيت. فانت لو شفتوها بدك تدخل از ان ادمن بدك هذا الديجيت. خليني اشوف شو اللي موجود هون. هون في برودكاست، هذا الديستنيشن وين احنا بنقدر نعمل شيرنج للبرودكاست. تقدر تزيد مثلا بيج يوتيوب شانل، تقدر تجيب لينك بيج، هدول الشغلات تقدر تعمل عليهم ديستنيشن. ماكسيموم تقدر تعمل 2 في الباكج اللي احنا فيه. في باكجات تانية بتقدر تعمل up to 5، احنا الباكج اللي عم اخذينه 2، وفي الفري هذا بتقدر تعمل بس لواحد. نرجع للبودكاست. البودكاست هون تقدر تشوف البودكاست اللي انت بدك تسويهم البرودكاست، او بتقدر تعمل واحد. هون سهل، كرييت، بيطلع لك كل الشغلات اللي انت ضايفها بدك اياها مثلا على اليوتيوب وعلى 2. شوفوا ده، جرب ثالث بقول لي بدك تعمل ابجريد، فعادة بيعمل لي 2. بقدر احط الاسم هون اللي بدي اياه، ديسكريبشن اللي بيطلع للناس، اذا بدي سكادجول فور ليتر، وهذا اللي احنا بنسويه دائما، بتحط مثلا ثامب نيل، صورة مثلا كونزرفاتيف بارتي حنحكي عنها الاسبوع القادم، وبتحط التاريخ اللي بدك اياه، مثلا اليوم الساعة 9 المساء مثلا او 10 المساء، وبتعمل كاستمايز. لما تعمل كاستمايز دايركت بيعمل بوست على الفيسبوك على الديستنيشن اللي انت عاملهم، انه في ايفنتس راح يطلع الساعه كذا، فالناس بيقدروا يعملوا شير. خليني اورجيكم هون الاوبشن. انا عامل واحد تيست لليوم. الاوبشن اللي هون في انفايت جيست، بس بتكبس عليها بيطلع لك الكود. هذا الكود تقدر تعمله كوبي وتعمله بيست في الماسنجر، تقدر تبعته بالايميل دايركت من هون من جيميل اذا ايميل عندك اكاونت ثاني، او ماسنجر تقدر تبعته من هون. فهذا عشان تقدر تبعت البودكاست، بس بدك تركز لما تبعت للناس تقول لهم انه هذا اللينك فقط للاستوديو، ما حد يعمل شير مع ناس تانية. يعني من هون تقدر تعمل invite guest زي ما حكيت، بتقدر تعمل copy لللينك هذا بتبعته للناس. أكيد بتركز عليهم إنه ممنوع يبعتوا هذا اللينك لأحد، هذا فقط إله عشان يدخل الاستوديو، لأنه بصير أحيانا بصيروا الناس يدخلوا. بتقدر تبعته على جيميل، أوتلوك أو ماسنجر دايركت من هون. أوكي، هلا الاوبشن الثاني اللي موجود هون edit. اذا انت مثلا غلطت بحرف او شيء، مثلا المره الماضيه كنا غلطانين، بتقدر تزود هون وبتعمل سيف تشينجز، بتغير على الفيسبوك دايركت او على المكان اللي انت بدك تعمل فيه. ديليت بدك تعمل ديليت نهائيا. اوكي، هلا شوفوا هون، هذا انا لانه مش عامل له سكادجول، في اوبشن مش طالع عندي. شوفوا هون، لانه انا عامل له سكادجول طلع عندي هذا الاوبشن اللي هو فيو اون فيسبوك او كنار تي في. طيب انا لو بضغط على هاي بوديني على صفحه الـ اللي عملها هو اصلا بوست على الفيسبوك، اللي هو الايفنت اللي حيجي منتدى الشباب الساعه 9. فبقدر اعمل هذا اللينك كوبي وببعته للناس، هذا اللي ممكن يعملوه شير مع اصحابهم والناس. فاجين لانه هذا مش سكادجول، ما طلع في هذا الاوبشن. لما انت بتعمل له سكادجول لتاريخ معين بيطلع. خلينا ندخل على البودكاست ستوديو بشكل عام. عادي ايزي، بتدخل عليه انتر البودكاست زي ما بيطلع للناس، بيطلع لك. طبعا هون بيطلع لي انه الديفايس، لانه عم مستخدم الكاميرا تبعت الزوم. هون الاسم عادي وادخل. خليني ادخل من ديفايس ثاني. انا عملت انفيتيشن لحالي من ديفايس ثاني. ايوه، بس بدي اعمل اوف الصوت عشان ما يصير كلام.
هذا اللي راح تشوفه انت كادمن، اللي الجيست ما بيشوف هذا الحكي. هون اسم التيست، اذا بتضغط على هاي البطه بترجع للصفحه الرئيسيه. هون اديت، هاي اديت، تقدر تغير الاسم وبتغير دايركت على الفيسبوك. اوكي، بتغير دايركت على الفيسبوك، فانتبهوا اذا بتعمل هاي اديت تقدر تغير التاريخ كمان. هون بورجيك وين الاوبشن اللي انت رايح عليهم، تقدر تعمل اديت بس على واحد او على اثنين، تقدر تعمل له ريموف بدك شيء، انت حاطط مثلا على صفحتين بدك بس يطلع على صفحه. هاي جو لايف، جو لايف معناها اذا انا ضغطتها احنا هلا راح نروح لايف، احنا مش حنضغطها بس نفسها لما انت تطلع لايف بيطلع لك هون زي تايمر بيبدا اللايف وبالاحمر. لما بدك تخلص اللايف نفسها بتلاقيها صارت اند لايف، تضغط عليها مرتين، مره هون وبيطلع لك سكرين ثاني تحتها بقول لك مره ثانيه. اوكي، هاي هي الجو لايف، سهله جدا كيف تطلع لايف. خليني اشرح لكم شو اللي هون موجود عندي. الاولى هاي الكومنتس، هاي اللي بتطلع الكومنتس، الناس بس تكتب كومنتس بتطلع دايركت الكومنتس. هلا انيبل لان احنا مش لايف، بس اللي موجود في الكوماند بدك تنتبهوا عليها اللي هي هاي شو وهايد. كيف بتورجي الكوماند تبعت الناس اللي بتطلع؟ تقرا الكومنتس، تعجبك تكتب شو هايد، سهله جدا شو هايد. اوكي، البانرز، البانرز هاي اللي هي بتطلع هون. مثلا بدي اغير، بدي اعمل نيو بانر، خليني اعمل نيو بانر، تنزل تحت، انا عامل شوي هون كرييت ا نيو بانر مثلا تيست today. اوكي، لاحظوا في هون اوبشن مش هحكي عنه هلا، انتبهوا، تيست today، بضغط عليه بيطلع لي البانر. اوكي، اذا انا بدي اغير البانر مثلا انا مخطئ في سبيلنج او شيء، في هون edit مثلا تيست today، انا بدي اكتب تيست monday مثلا، بس بعمل انتر البانر صار تيست monday. اذا بدي الغي البانر كامل بالديليت هون. هلا بدي اعمل بانر ثاني، خليه هذا، نعمل تيست بانر ثاني، كرييت بانر، وبدي اكتب ويلكم تو اور تيست جمال الشريف. بس اطلعوا، سوري، حطيت هذا الاوبشن، سكرول داون، هذا بانر راح يطلع لكم هون شيء اسمه تيكر، تضغط عليه اللي هو سكرولينج داون هذا اللي تحت. بدك تلغيه بتعمل له هايد، بدك تلغي هذا بتعمل له هايد، سهل جدا، هايد اند شو، هايد اند شو، ما في اي صعوبه. اوكي، هذا البانر، هذا انت بتكون محضرهم قبل اللايف عشان الناس يطلعوا معك. خلينا نحطهم عشان اورجيكم شو بصير في البراند. البراندز اللي بعدهم، في عده براندز هون، انتبهوا على انت بتقدر تسميهم زي ما بدك. احنا حاطين هذا البراند تبع كنار، تقدر يعني رينيمت اللي هون. الكلر بتغير الكلر، مثلا اليوم الموضوع مثلا له خص بالكلر، او بس بتحب انك تغير الكلر، بتشوف الكلر المناسب بتغيره. هون في عندك ثيم، للاسف في اثنين، واحد الديفولت هذا اللي انتم شايفينه، وهذا المينيموم، هذا بيصغر بس ما شفته كثير فريندلي، دائما بستخدم انا ديفولت بشوفه احسن. اللوجو لما بتكون انت دافع زي احنا دافعين بيطلع لك هذا الاوبشن، لما ما تكون دافع بيطلع لك بس ستريم يارد لوجو. فاذا انت دافع بتقدر تضيف اللوجو اللي بدك اياه، احنا مثلا عندنا كنار تي في هون، او هذا اللوجو اللي بدك اياه انت بتقدر تضيفه من هون بكل سهوله. اوفرلاي هذا احنا ما استخدمناها، الاوفرلاي هذا بدك تسوي فايل، بتقدر تعمل دعايه مثلا هذه الحلقه برعايه فلان، whatever، بتغير هذا المحل ما هم مكتوب هون، تقدر تغيرها، لسه ما اشتغلنا عليها. الباك جراوند، الباك جراوند برضه نفس الشيء، بتقدر تضيف هون باك جراوند. اوكي، الباك جراوند اللي بدك اياها، مثلا انا بدي هاي الباك جراوند، خلينا اضيف باك جراوند شوفوها بس بالاد هاي مثلا، بس تضغط عليها تصير هي الباك جراوند، بتشيلها بتروح الباك جراوند، بتقدر تغير اللي بدك اياه بالباك جراوند. اذا ما بدك اياها بس بتكبس على الاكس هاي بتنشال الباك جراوند. اوكي، هاي اخر شيء، الباك جراوند سهله بتقدر تضيف قد ما بدك.
اخر شيء شو ديسبلاي روم، هذا بس واحد ديسبلاي نيم سوري بس ثاني. ايوه مثلا شوفوا اسم الضيف هون، بدي اشيل اسم الضيف في البراند، راح اسم الضيف نهائيا اذا بدي اخليه هيدن، واذا بدي اخليه عاده احنا بنخليه ان كيس بدك تشيله. برايفت برايفت تشات، هذا بتكون تشات بينك وبين الضيوف اللي معك في الحلقه، بينك وبين الضيوف اللي معك في الحلقه بس، بس ما بيشوفون الناس. يعني بتقول له مثلا انا راح اسالك سؤال، I will ask a question now مثلا، اوكي بيطلع له هو بشوف هون شغله حمراء. هلا في ناس بينتبهوش، في ناس بينتبهوا عاده خاصه بين المودريترز لما تكونوا مع بعض بيطلع لكم السيتنج هذا. سيتنج هذا كويس في الجنرال، ما فيها شيء. الكاميرا بتحكي لك عن الكاميرا، انا هلا مطفيه. الاوديو الجرين سكرين زي ما انتم شايفين وراي جرين سكرين، بقدر احط انا اكثر من الباك جراوند، بقدر اغيرها، بتقدر تضيف وتشيل زي ما بدك من هون بس. اما ما في شيء كثير في السيتنج، فعاده انت اللي بدك تنتبه لها البانرز البراندز هاي، اذا بدك تغير الباك جراوند البانر، اذا بدك تضيف شغله تيست او شيء، والكومنتس عشان تعملها هايد اكثر شيء وانت شغال على الكومنتس. البانرز يمكن تشتغل عليها وانت لايف عشان تشيل او تكبر او تصغر، مثلا زي ما انتم شايفين انا الفيس تبعي نازل، فاكيد مش هخليه طول الضيف البانر مسكر عليه فحشيله بس هاي طيب الان هذا المثال انتهينا من هون. هون اذا انت خلال اللايف بدك تكتب كومنت بتقدر تضيفها هون، مثلا بدك تجاوب على حدا. هلا في كومنتس بتكون مثلا احيانا مش كويسه، بتقدر تعملها ديليت من مش موجوده هاي الاوبشن لسه، بس من هون بيطلع لك زي 3 دوتس بتضغط عليها بقول لك يا ديليت يا بلوك اللي بتحضر عليك او اليوزر. نحكي عن السكرين. السكرين زي ما انتم شايفين هاي اللي بشوفها المشاهد، هاي هي بالضبط الادمن اوكي، وهون الضيف زي ما انتم شايفين في شيء بالسكرين اوكي. بتضيف الضيوف بس اد تو ستريم، شايفينها هون اد تو ستريم وانتهى. هون بتشيله من الستريم اذا بدك مثلا تنزله باك ستيج، وهون بتحطه ان يشوفوه الناس اوكي. هلا هون تقدر تاخذ عندك اب تو 10 بيبل، تقدر تحط 10 انكلودينج الشير سكرين، 10 يعني تحت بس، بتقدر تحط على السكرين ات وانس اب تو 6، يعني ماكسيموم بكون عندك 6 اشخاص او 6 صور على السكرين. هذا الاوبشن، هذا الاوبشن بيقسم السكرين كامل، يعني بيقسمه بالنص اذا انتم اثنين، بيقسمه لثلاث اذا انتم ثلاث، يعني الباك جراوند مش مبينه اوكي، بيقسمه لاربعه اذا انتم اربعه، اذا انتم خمسه بحط اول ثلاث فوق مقسمه واثنين تحت، فببين طرف من الباك سكرين هون من باك سكرين هون. اذا انتم ستة بيطلعوا الستة ثلاثة فوق وثلاثة تحت، بس الباك سكرين مش مبينة اللي كنا نحكي عنها هون احنا في البراند، هاي هي اوكي، هاي ما بتبين نهائيا زي هلا مش مبين. هذا ببينوا فول سكرين هون صورة، والصورة تانية هون، والباك الباك سكرين هاي الباك جراوند مبينة، يعني اكنه اطرافها. اذا انت جوا الغرفة، اذا انت جوا الغرفه بتقدر تعمل انفايت لحدا برضه نفس الطريقه من جوا الغرفه. احنا حكينا من برا الغرفه بس تكون بادي سويت السكيل هذا ما دخلت على الغرفه، بس اذا انت دخلت اوريدي وفي واحد شفته بالكومنتس بكتب شيء مثلا بده يدخل معك، من هون بس بتعمل له وبتبعت له اياها. هاي ليف ستوديو، هاي بتطلع من الاستوديو نهائيا. سكرين شير سكرين حنحكي عنها هلا. هدول الاوبشنز زي اللي كانوا في السيتنج، بس اهم شيء اثنين عندك اللي هو الكاميرا، هاي تقدر تلغيها وتحطها، طبعا انا مش حقدر لانه هاي، وميوت وانميوت
احنا دخلنا اثنين، انا شايفين عندي واحد ثالث تحت، هاي اثنين شوفوا هون لما اكون في الفول سكرين ما بتبين الصوره الخلفيه، هون بس ببين الهوست، اوكي الهوست هون ببينه بالنص زي ما حكينا ثلاث، هون ببينه انا بحب هاي كثير لانه بتبين فول سكرين. عاده اطلبه زي ما انتم شايفين، انا لانه داخل من تلفون على هذا، شايفين هذا المكان، فالصوره بالطول، فاطلبه من الضيف دائما يقلب الكاميرا عشان تصير الصوره بالعرض. حورجيكم طبعا راح يقول لك اوه ما صارت بالعرض زي ما صارت معي هلا، زي ما انتم شايفين انا مش بالعرض. ليش؟ لانه مش عامل روتيت للسكرين. بس خليه يعمل روتيت. وين هالروتيت؟ اوكي بس يعمل الروتيت، انا عملتها من السكرين، شايفين صرت فول سكرين. هاي بتصير كتير، بطلب بقول لك انا مش عامل انا هذا، بتعمل له بس روتيت. طبعا هون تقدر انت تتحكم بالمايك تبعت الضيف، شايفينها هون محمد مش هتقدر تدخل، خليها بس كويس. المايك تقدر تلغيه بتطفيه، المايك تبعك تقدر تلغيه بتطفيه. طبعا هون راح يصير صدى عشان هيك تطفيهم اثنين. هلا اذا بدك الضيف هذا اذا عندك انت بدك تكبر حالك وانت بتحكي مثلا، تسال الضيف وتصغر للضيوف عندك، واذا بدك ترجع على السكرين هذيك ترجع هيك. هدول الاربعه بتحكموا بس بالصور، هدول اللي فيهم مربع بتحكموا بالشير سكرين، حنتكلم عليهم الثلاث الاخرين. سامعيني كويس؟ اوكي حنتكلم عنهم شويه، انتظروني بس نعمل شير سكرين. خلينا نحكي كيف بتحكم بالمشاهدين. طيب انا سالت سؤال للشخص، خليني اشيل البراند هذا عشان تعرفوا عن مين بحكي. دكتور جمال بده يسال، بكبر السكرين تبعه بلا 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 حكى. طيب يا اما بنزله بنفس الطريقه، يا اما وهو كبير بالمربع الصغير هذا الضيف اللي هو سكرين 2 بده يبدا يحكي، بس بكبس عليه بصير هو البيج سكرين، فما بدي اروح للمرحله الانتقاليه، يعني بقدر انقل بينهم هيك، او بس بدي اصغر بنزل الستيج هيك، اوكي؟ وهيك بكبره هيك بصغره، اوكي؟ بدك تحاول تعمل شويه هيك موشن ضلك تكبر وتصغر. طيب هذه الكبسه. هلا انا مثلا عندي سبعه بالباك ستيج، سبع اشخاص بدهم يدخلوا، وفي واحد هلا ما عنده حكي، بقدر انزله ريموف فروم ستريم، بس بكبس على هاي. هلا هو سامعنا وشايفنا بس احنا لا سامعينه ولا الضيوف سامعينه، فهو زي ميوتد وما حدا سامعه. بحط السابع او الثامن وريفر، اوكي هلا بدي اضيف. طيب هذا الشخص ليش مش قادر يدخل؟ لانه في عنده مشكله في الكاميرا، اللي هو محمد عنده مشكله في الكاميرا، فما راح يقدر يدخل معنا غير لما يصلح الكاميرا والماوس، لانه بيستخدمهم في شيء ثاني لازم يعمل الاو. بس هذه للتوضيح. طيب خلينا نعمل هلا المهمه، الشير سكرين. شير سكرين من هون يا جماعه، شايفينها؟ لما تضغط عليها بيطلع لك ثلاثة اوبشنز: يور انتاير سكرين، ابلكيشن ويندو، او كروم تاب. خليني احكي على هاي. هاي اذا بدك تعمل شير سكرين كامله للانتاير سكرين، كنت اسويها مثلا انا في رمضان بدي اعمل شير سكرين انتاير. بس بدكم تنتبهوا اذا بدكم تعملوا شير للاوديو لازم تضغطوا على هاي، كثير بتنتسى، مش عارف ليش حاطينها صغيره، كثير بتنتسى، تضغطوا عليها بس اذا بدك تعمل شير للاوديو، اذا ما بدك اوديو بدون ما تضغط عليها. هلا اذا انا كبست عليها بيطلع لي شير، اوكي هاي قليل جدا انتاير سكرين مستخدمه. خلينا نحكي على الابلكيشن. زي ما انتم شايفين عندي زوم هون والكروم والميتنج كنترول. طيب ليش مش عم بيطلع لي انا الشغلات الثانيه؟ مثلا بدي اسوي فيديو، بدي اعمل شير لفيديو مع الناس، هاي الفيديو موجود عندي، اوكي الفيديو جاهز، اوكي الفيديو جاهز، انا مجهز الفيديو، عامل له بوز وطافيه ومنزله تحت، اوكي
بروح على الشير سكرين ابلكيشن، ايه وين الفيديو هذا؟ مش طالع. ليش؟ لانك مش محاطه فوق. شوفوا لما حطيته طلع دايركت. لازم يكون مش منزله لتحت، يعني لازم يكون على السكرين. ممكن يكون في الباك جراوند مثلا زي هيك، هو في الباك جراوند بس موجود على السكرين مش منزل لتحت. شوفوا اول ما انزله راح يختفي من السكرين. اوكي، فبرفعه بيطلع عندي، بضغط عليه، سوري بضغط عليه. طبعا المشكله الوحيده هون اذا انت حاطط سماعه الاوتو بلاير او البلاير ما بيطلع، لازم ترفع السماعه وتشتغل من السكرين. بعمل شير، شير سكرين للزوم. انا المهم بدنا نعمل الشير سكرين هلا، نجرب الابلكيشن زي ما حكينا. الابلكيشن مش مبين لان انا منزله لتحت، لو رفعته دايركت بيطلع لي. بس بعمل هيك وبعمل عليه شير. اوكي، هلا مفروض طلع عندي زي ما انتم شايفينه. اوكي، طلع عندي بالشير سكرين من هون، بس زي ما انت بتشتغل عليه. هذا الفيديو اول ما اطفيه بسكر الشير سكرين. طبعا هاي الطريقه اللي لازم تسويها انك تكون مجهز مثلا الصفحه، الصوره هاي بدي اعملها شير سكرين، لازم اكون مجهزها قبل ما اضغط كبسه الشير سكرين. بدي اعمل شير سكرين للباوربوينت، وهي يمكن كثير ناس راح تواجههم. بدي اعمل باوربوينت ايزي اند سمبل، بكون مجهز الباوربوينت او مجهز الصوره، بدخل على شير سكرين ابلكيشن موجود عندي الصوره هيها، بعمل لها شير بتطلع لي الصوره هون زي ما هي، بقدر اكبر فيها اصغر فيها زي ما بدي. اوكي، هذه اذا بدي اعمل لها الصوره. هو بيطلع له نفس اللي بيطلع لك هون، انت هاف ذا سيم اوبشن، بس الفرق انه انت از ان ادمن يو الاو ذا شير سكرين او لا. يعني الادمن هو اللي بيخليه يدخل ويطلع هذا الشير سكرين، اما هو بيعمل نفس الطريقه. ادمن كان كنترول اتس ان ذا سكرين اور اوت اوف سكرين، بس هو كنترول ايفريثينج ايلس، الصفحات، السكرولينج، اذا الفيديو بده يشتغل ولا لا، هي كنترول ايفريثينج. بس هو ممكن يشتغل فيها دايركت، يقول لك انا عندي شير سكرين او عندي باوربوينتس. خلينا نشوف الباوربوينتس مثلا وحورجيك شو هذا. هاي الباوربوينتس، اوكي انا بعمل لها شير زي ما انت شايفين. الان صار عندي على السكرين، بدي اياها. اوكي طيب، الشغله الاولى اللي هاي فول سكرين، اللي بيعمل شير لشغله سواء فيديو او باوربوينت بتكون فول سكرين، وهي مهمه جدا في الفول سكرين. هون بتكون صوره، هون بتكون صوره الضيوف والادمن هون على الجنب، والبرزنتيشن اللي عم بيعملوه له هون، وهاي العكس بتكون بس الادمن، بس الادمن والباوربوينت. هاي اذا انت بدك تحكي للناس شغلات وبدك تركز على وجهك. فالثلاث شغلات هاي اللي حكينا بدنا نحكي عنها في النهايه، هيها هون واضحه. طيب انا اذا عندي، انا ادمن واجاني الضيف بده يعمل سكرين، بيطلع لي شغله زي هيك بس باسمه، بقول لي هذا مثلا سكرين تو سكرين، بده يعمل ادمن. اوكي، انت كادمن بس تقدر تعمل اد او ريموف بس، اما هو الضيف اللي بيقدر يغير في الباوربوينت. مثلا انا الباوربوينت هاي بدي اعملها زي ما انتم شايفين فول سكرين. اوكي، بس هو ضغط F5 ومشى، هو قاعد بتطلع صور عادي، بيعمل سكرول ذا اند زي ما بده، بيقدر يطلع منها، بيقدر يرجع. اذا طلع منها بتشوف انت كل شيء بيسويه هو على الكمبيوتر تبعه as a share screen for هذا الابلكيشن. هذا في الباوربوينت. اوكي، زي ما انتم شايفين ثلاث شغلات. هلا بدي اشيلها انا، خلص خلصنا منها، بس بعملها ريموف بيطلع لي ال 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 الضيف. ليش حاطط هاي؟ anyway هذه بس منظر. طيب هلا بدي اعلمكم شغله يمكن تكون اسهل، وكيف تعمل شير من
البراوزرز نفسه. تتذكروا انا حكيت لكم في مشكله في الصوت يس في الفيديو. طيب هلا هذه الصوره بيكتشر باخذها دراج وبحطها في صفحه فاضيه زي ما انتم شايفين، صفحه فاضيه في الكروم، بس بكبسها بتطلع لي عندي صوره. اوكي نفس الشيء حاعمل بصفحه ثانيه، بس حاعمل لفيديو حورجيكم بطريقتين. دراج زي ما انتم شايفين في بلس، شفتوها البلس هذه علامه بلس، اي مكان في صفحه فاضيه في الكروم بتحطوها تطفوا الفيديو هون. هاي بتقدر تعملوا لها هايد، ما في مشكله القطعه هاي. هلا برجع انا على ال ال انا وقفت السكرين صح، صارت عندي البلاير جوا الكروم، واضحه النقطه؟ البلاير جوا الكروم اوكي، وانا فاتح هون كمان يوتيوب احتياطا عشان اورجيكم كيف تلعبوا باليوتيوب برضو. طيب انا بدي اعمل شير سكرين ثانيه، هذه خلصنا منها. المأساة بتقدرش تعمل منها شير سكرين. سوري بدي ارجع ادخل على هذاك الجهاز عشان يبين انه عندكم حدا. المأساة ما تقدر تعمل هاي شير سكرين. الشغلة الوحيدة اللي بتقدر تسويها انك تسكر هاي ديليت السكرين وتعمل شير سكرين ثانية. طيب هلا احنا حكينا على الابلكيشن، اذا عندك باوربوينت اي شيء بدك تعمل له شير سكرين. هون الكروم تاب هاي اللي بدي اركز عليها هلا شوي، بدي اعمل بقدر اعمل كروم تاب من يوتيوب مثلا. خلينا نجرب يوتيوب. شايفين اليوتيوب انتم شايفينه؟ بطلع لي هاي الصفحه، بكبس على هاي الكبسه بعمل لي فول سكرين وبكبس بلاي. الغلطة اللي عملتها أنا، يمكن أنتوا سامعين الصوت لأنه عم نحكي من زوم، بس الغلطة اللي عملتها أنا إنه ما عملت شير للأوديو. هلا بدي أصلح الغلطة هاي، ما بقدر أصلحها من الشير سكرين، لازم للأسف أطلع من هاي الشير سكرين، أعمل مرة ثانية، أروح على الكروم تاب، أرجع أكبس هاي الكبسة وأكبس على ال 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 فهمتوا كيف لازم تنتبهوا للشير شير أوديو؟ مهم جدا انكم تعملوا لها شير من هذا. هون بتعمل كنترول عادي، تطفي بتضوي اليوتيوب زي ما بدك. واضحه هاي النقطه الاولى، هاي سهله. الان انا بدي اعمل برضه لازم اطلع منها واعملها ديليت، اعمل شير سكرين لشغله ثانيه. كروم تاب احنا حكينا الصوره، حتتذكروا بدي اعمل صوره مثلا. انا ما عندي شو اسمه فوتو بلاير او فوتو فيور، بقدر اعمل لها فوتو فيو من الكروم، بس بقدر اكبرها واصغرها زي ما انتم شايفين. بس المشكله اني ما بقدر اعمل من اكثر من صوره. غاد في الفيورز اذا انت عامل للصور شير تقدر تعمل لاكثر من وحده مع بعض، يعني بتقدر تعمل نيكست 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 نيكست. اما هون بالسكرين هذه بتقدر تعمل لوحده. الان انا خلصت منها، بنزلها وبشيلها وانتهى الموضوع. الشغله الاخيره اللي بدي احكي عنها، الفيديو من الكروم تاب اللي هي حكينا هاي نادي الكتاب مثلا. اوكي نعملها الفيديو اللي احنا مجهزينه على الكروم، هذا كروم يا جماعه، بلاير كروم زي ما انتم شايفين. انتم شايفينه برضو عملت نفس الغلطه انا هلا، ما كبستش كبسه الشير اوديو، فانا دائما بركز عليها يا جماعه، انتبهوا لهاي. نفس الشيء بتروح على السكرين تبعنا هون، تضغط بلاي، هتشوفوه هون عم بعمل بلاي. طبعا في نصيحه بسيطه هون، خلوا البلاير قبل ما تبدا الحلقه، الفيديوهات اللي بدك اياها تلعب خليها تلعب مره واحده، بحيث انه يحملها الكروم عشان ما يصير عندك اللاج حتى لو انه صغير. هذا
الفيديو 11 ثانية وبعمل لاج، لأنه مش مصنع خصيصا لهاي الشغلة. بيزيكلي إذا أنهينا من الموضوع، سلام عليكم وعليكم السلام، نراكم في الحلقة القادمة، هون راح يطلع لك end the broadcast، تضغط عليها مرة بيطلع لك مرة تانية are you sure you want to end the broadcast، بتقول له yes وبنتهي الموضوع. وهذا هو كل إشي وخلصت السكريم يارد، تطلع سواء بتسكر الصفحة أو بتكبس على البطة بتطلع على الصفحة الرئيسية زي ما بتحب وانتهى الموضوع. قبل ما أدخل على الستريم يارد وأبدأ كل شيء، بكون مجهز أنا الماتيريال تبعتي، بخليه يلعب مرة واحدة بس، مرة على الأقل، يروح من الأول للنهائي بلاي الفيديو، وبعدين بس بهاي برجعه للأخير، بكون جاهز عندي، بكون حمله على الكروم بروسيسور. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.